بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا النهاردة هنتكلم فيه عن الآحاد والعشرات والمئات، وأيضا هنتكلم عن قيمة الرقم. ماما عطيات بتخاف على بركات، وهي حذرة في المصروفات، حتى لا يأكل البيتزات ويركب الدراجات، فمصروفه من جنيه إلى 9 جنيهات. أما بابا فرحات دايما بيدلع بركات، فيعطيه بالعشرات ليشتري البالونات. أما خالته مسرات بتسافر بالطائرات، وتعود في الأجازات، وتحضر الهدايات، وتنعم على بركات بمئات الجنيهات. وفي يوم من الأيام بركات راح لبابا فرحات وقال له: يا بابا، أنا زعلان منك، أنت عطيني في الحصالة 3. طبعا بابا فرحات زعل من بركات وقال له: أنت مش عارف قيمة الرقم اللي معاك دوت، هو فعلا الرقم اللي معاك 3، بس دول 3 ورقات من العشرات. طبعا بركات فهم قيمة الرقم اللي معاه وقال: دول 3 ورقات من العشرات، يعني التلاتة ديت ب30. وبدأ يا جماعة بركات يغني ويقول: قيمة الرقم حصلتي فيها كام؟ قيمة الرقم حصلتي فيها كام؟ وفي يوم من الأيام بركات قال لخالته مسرات: يا خالته، أنت أعطياني 6. طبعا خالته مسرات زعلت منه وقالت له: انت مش عارف قيمة الرقم اللي معاك دوت، الرقم ده ايوه 6، بس دول 6 ورقات من المئات، هي دي حصالة المئات، دي حصالة خالته مسرات. طبعا بركات فهم على طول وقال: ده صحيح، الستة دولت هم 6 ورقات من المئات، يعني الستة دولت ب600. وبدأ بركات يا جماعة يغني الأغنية مرة تانية ويقول: قيمة الرقم حصلتي فيها كام؟ قيمة الرقم حصلتي فيها كام؟ وفي يوم من الأيام بركات بيسأل مامته بيقول لها: أنا معايا في حصالتك اللي هي حصالة الجنيهات 4، طب يا ترى الـ4 دول هيبقوا بكام؟ طبعا ماما عطيات ضحكت وقالت: يا بركات، انا الـ4 عندي برضك بـ4، انا غير بابا فرحات لانه بيدي بالعشرات، انا غير خالته مسرات لانها بتدي بالميات، اما انا بدي بالجنيهات، يبقى دايما هتلاقي الرقم هو هو، يعني الـ4 هي الـ4، يعني الـ4 هي الـ4. وبدأ بركات يغني تاني ويقول: قيمة الرقم حصلتي فيها كام؟ قيمة الرقم حصلتي فيها كام؟ قيمة الرقم 7 في العدد 371 هو. قيمة الرقم 4 في العدد 546. قيمة الرقم 9 في العدد 967. نشكركم على حسن المتابعة، مع نفهم نتعلم بسهولة وبساطة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.